كويس المرة دي ولا غلط برضو؟ أدوق الأول. طبعا هو شكله يعني استنى أقول لي دلوقتي حلو. خلاص خلاص كفاية. هو ده بقى اللي اتقال عليه سكرامبلد على حق. برافو الحمد لله. والله كنت هطلب الطلاق منك لو قلت لي غلط برضو. طلاق ايه بس؟ وانا مجنون هطلق الصاروخ ده كله عشان طبق بيض؟ صاروخ؟ طيب الصاروخ عايز ينطلق، احنا ويكند لازم نخرج مع بعض. بص يا حبيبتي انا هفهمها لك براحه جدا. احنا طول الاسبوع بنصحى كل يوم 7 الصبح ننزل نتهلس في الشوارع ونعمل ميتينجز ونقابل ناس ما يعلم بها الا ربنا. فالمفروض بقى ان الويك اند نعمل ايه؟ ناكل بيض وننتخ ونكمكم في البيت بس. انت مش هتروح الجيم؟ هنهرج ولا ايه؟ الجيم حاجه واللي انا بتكلم فيه حاجه تانية. الجيم زي الاكل والشرب. وبعدين بعد الجيم يعني احنا عندنا حاجات كتير قوي ممكن نعملها وهنتبسط برضه. بعدين يعني احنا لسه عرسان جداد. جداد ايه الاوفر ده؟ لا طبعا احنا بقالنا 7 شهور. 7 شهور كده قدام يعني خللنا ولا ايه؟ 7 شهور يا حبيبتي زيتي مني ولا ايه؟ لا والله مش قصدي، بس انا بحس ان احنا متجوزين من زمان. عشان انت بتحسبيها من ساعه ما تعرفنا على بعض مش من ساعه ما اتجوزنا. ده على السنه ونص اللي انا عرفتك فيهم في الشركه اللي كلهم ما عملتش فيهم اي حاجه غير صباح الخير مساء الخير وفي الاخر انا عايزه اتجوزك. هو ده اللي انت عملته بجد؟ يبقى انا اقول لك كنت بعمل ايه. انا كنت قاعد بفرج عليكي كده من بعيد وراقب وحلل عشان ما هجمش مره واحده. ايه تهجم؟ ايه الالفاظ دي؟ يعني خلصت الموضوع ان احنا مش خارجين صح؟ طب انا اقول لك على حاجه. انا كده كده عزمت كريم عشان يجي لنا بالليل ونتعشى مع بعض واحتمال كمان يجيب صاحبته. هو انت ازاي بتعزم ناس عندنا في البيت من غير ما تاخد رايي؟ نعم صح انا اسف. المره الجايه ان شاء الله لما اعزم واحد صاحبي هقول له ثواني بس استاذن من مراتي وارجع لك تاني. مش عيب على فكره، افرض انا عندي بلانز تانيه. وبعدين مين صاحبته دي اصلا وجايبها من انهي راي عشان تخش بيتنا؟ صاحبته يا حبيبتي تعرف عليها وجايبها عادي تصاحب عليها، اكيد مش شايطه من الشارع. راح فين؟ راح اغسل سناني. شنو البيض ها؟ بقى انا كمان لازم اغسل سناني.